احترض علينا بعض الفرق، أحد من بعض الفرق، يعني لا أريد أن أذكرها لأن فضيلتكم لا تحبون ذلك. يقول أهل السنة نعم أحسنت. تقولون أن الله عز وجل على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وكماله. فإن كنا لكم واستدللنا بقول الله عز وجل أينما عفوا ما يكون من نجوى ثلاث، لما تقولون بعلمه ولما تؤولون، فلما تثبتون الأولى وتؤولون الثانية؟ أنا فاهم سؤالك، فهمت سؤالك فهما، أقول فهمت سؤالك فهما جليا وقاعدته عندي. طيب سأعطيك قاعدة إن فهمتها فقد أراد الله عز وجل بي وبك وبالمستمعين خيرا. وهي قاعدة جميلة جليلة تحل عن هذا الإشكال وما يماثله. ونحن نعرف مداخل أهل البدع. وقد سبرناها كثيرا بأكثر من 30 سنة. هذه القاعدة شرحتها في كتابي شرح القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة. مستعد لاستماعها؟ إن شاء الله، إن شاء الله يا سيدي. طيب سكر 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 لا تنزل، بس سكر الميكروفون حتى لا يقطع الإخوة. طيب حاضر. اسمعوني اسمعوني يا إخواني، المتقرر في القواعد أن تفسير الشيء بلازمه مع الإيمان بأصله توضيح وبيان، وتفسير الشيء بلازمه مع جحود وإنكار وتعطيل أصله تحريف محرم. أن تفسير الشيء بلازمه مع الإيمان والإقرار بأصله هذا توضيح وبيان، وأما تفسير الشيء بلازمه مع جحود وإنكار أصله هذا تحريف وتعطيل. اسمعوا، لما قال أهل السنة والجماعة في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قالوا معيته علمه، هل أنكروا أصل المعية أو آمنوا بأن من صفات الله المعية، ولكن من لوازم معيته علمه، فإذا فسروا المعية بشيء من لوازمها مع الإقرار بأصلها. هل هذا مثل تفسير الأشاعرة بقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان يراد بهما النعمة والقدرة؟ هم فسروا اليد بلازمها، لكنهم قالوا ليس لله يد. المشكلة عند هذه الطوائف أنها تفسر الصفة بلازمها وتجحد أصل الصفة. أهل السنة يفسرون الصفة بلازمها لكن يؤمنون بأصل الصفة. وتفسير الشيء بلازمه مع الإقرار بأصله والإيمان بأصله هذا تفسير وبيان. وأما تفسير الشيء بلازمه مع جحود وتعطيل أصله هذا تحريف وتعطيل. لا يلعبون عليكم. انتبهوا. إذا قال أهل السنة مثلاً، شوف انتبه لي، لو قال أهل السنة بل يداه مبسوطتان، انتبهوا، نثبت لله اليدين من لوازمها النعمة والقدرة، كان كذا صح، لأنهم فسروا اليدين بلازمها مع الإيمان بصفة اليدين لله عز وجل. وتفسير الشيء بلازمه مع الإيمان بأصله توضيح وبيان. لكن ماذا قالت هذه الطائفة؟ قالوا المراد باليدين النعمة وليس لله يدين. إذا فسروا الشيء بلازمه وعطلوا أصله، هذا تحريف. قالوا الرحمن على العرش استوى، أي استولى. طيب هل آمنوا بأصل الاستواء وجعلوا من تفسيرات الاستواء الاستيلاء؟ الجواب لا. قالوا الرحمن على العرش استوى ليس لله استواء بل معناها استولى. إذا فسروا الشيء ببعض معانيه ولكن أنكروا أصله. هل هذا مثل تفسير أهل السنة؟ نؤمن أن لله معية تليق بجلاله وعظمته ولكن من لوازمها علمه. فقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم أي علمه. هل قالوا وليس لله معية؟ لو قال أهل السنة ذلك لكان قول أهل السنة خطأ وتحريف، لكن قالوا لله معية ومن لوازمها علمه. إذن افهموا، فرقوا بين الأمرين. من الناس من يفسر الشيء بلازمه ويقر بأصله، هذا تفسير وبيان، هذا تفسير أهل السنة في كثير من صفات الله. ومن الناس من يفسر الشيء بلازمه ويجحد أصله، يعطل أصله، يكفر بأصله، يقول ليس لله يدين بل المراد بها النعمة والقدرة، ليس لله علو، ليس لله نزول، ليس لله. إذن هو يعطل أصل الصفة ثم يفسرها بلازمها. فتفسير الشيء بلازمه مع جحود أصله تعطيل، وهو الذي عليه أهل البدع. فإذا قال لك رجل من هذه الطائفة أنتم يا أهل السنة تفسرون المعية بالعلم
ولا أحد ينكر. وإذا فسرنا اليدين بالقدرة أنكرتوا علينا. ليه؟ لماذا؟ قل تعال: نحن نفسر المعية بالعلم مع الإقرار بأصل صفة المعية وإثباتها لله، لكن أنتم تفسرون اليدين بالقدرة مع جحود وتعطيل الله عن يديه، مع إنكار صفة اليدين. ففرقان بينهما، فرقان بينهما. ما أجمل العلم، ما أجمل العلم، ما أجمل العلم يا إخواني. والله العظيم إن العلم الآن في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان الذي صار كثير من أهل البدع يضرب الأصول، يضرب الأصول، يضرب في أصول الاعتقاد. أعظم حزام يتسلح الإنسان به في وجه هؤلاء هو العلم، العلم المؤصل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، على القواعد وعلى الأصول التي يجعلها الإنسان كالرصاصة التي يطلقها يكسر بها حجة هؤلاء. فهمت الجواب ولا ما فهمت؟ طيب تفسير. احفظ أنت مع قلم؟ بس نعم. أغلق المايك عشان الصوت ما يقطع. طيب حاضر. اكتب 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 ما أقول. تفسير الصفة، تفسير الصفة بلازمها مع الإيمان بأصلها توضيح وبيان. تفسير الصفة بلازمها مع الإيمان بأصلها توضيح وبيان. وهذا هو الذي جرى عليه أهل السنة في تفسير المعية بالعلم والإحاطة يا أخي. هم فسروها بلازمها، ولكن مؤمنون بأن من صفات الله المعية، فإذا فسروا الصفة بلازمها مع الإيمان بأصلها. اثنين، كمل كمل. وتفسير الصفة بلازمها مع جحود أصلها تحريف وتعطيل. وتفسير الصفة بلازمها مع جحود أصلها تعطيل وتحريف، كتفسير الأشاعرة اليدين بالنعمة والقدرة. يقولون ليس لله يدين، وإنما المراد بها النعمة والقدرة، فإذا فسروا الشيء بلازمه مع جحود أصله. والله أعلم.